اجتمعت المناضلة الصحراوية سلطانة خيام مع الفلسطينية آمال خضر في لقاء بمناسبة عيد الإنسان للإدلاء بشهادة حق على القمع والهمجية التي يتعرض لها الشعبان. هي نفس المعاناة، نفس اللهم بس إنه الأماكن اللي بتختلف، ولا هي الوجع واحد والمعاناة واحدة. وإذا ما كنا إحنا على قد حالنا وما كنا إحنا عندنا الإصرار والتغيير اللي ببلش من الذات، ما رح نكون بصمة. أنا بحياتي ما بحب أكون بس رقم، أنا بحب أكون إنسان له بصمة. حاسين بالأخت الفلسطينية، حاسين معاناتها، بهم نفس الشيء سياني. تواجه الاحتلال سياني، هو الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني المقربي، هذو نحن نعانوا منهم الاثنين، يعني هم توأمة ونحن بقد مجهودنا كيف اللي قالت هي باقيين نبصموا التاريخ، شعبنا التاريخ وعطنا العهد شهدانا. وبدموع وكرامة استطاعت المناضلتان إيصال معاناة شعبيهما لهذا الحضور. أتضامن معها وأجد أن النظام المغربي ينتهج طريقة قاسية وهمجية تجاه الشعب الصحراوي، وهذا أمر غير مقبول. طريقتهم في ممارسة القمع عليهم من أجل مواصلة كفاحهم قاسية، وفهمت أيضا من شهادتها الصعوبات التي تواجه الشعب الصحراوي في حياته اليومية. ما زلت مصدومة من شهادتهم، إنه فعلا أمر مؤثر. القضية الصحراوية أصبحت محل اهتمام الطبقة السياسية الفرنسية في السنوات الأخيرة. كانت القضية الصحراوية مسكوتا عنها للأسف، لأن الحكومة الفرنسية أرادت من خلال ذلك دعم السياسة المغربية بسبب مصالحها المهمة بالمغرب، ولذلك هنالك صمت رهيب حول الممارسات والانتهاكات في حق الشعب الصحراوي. اليوم الوضع تغير، الشعوب أصبحت مستقلة، ولهذا نطالب بممارسة الضغوط من دول حوض المتوسط تستطيع من خلالها أن يكون لها تأثيرا على فرنسا والدول الأخرى. وشهادة هذه المناضلة الصحراوية بالنسبة لي هو اكتشاف لمعاناة الشعب الصحراوي. كما كان للمناضل محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا تدخلات حول كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال.